حملة تأهيل وتدريب وتعليم على التسويق الإعلاني والإعلامي. عندما فكرنا بذلك توجهنا إلى مجلة أوروبا والعرب، كان تفاعلا كبيرا، وقدمت المجلة 20 فرصة عمل للخريجين، وأيضا كان لابد لنا من مجموعة تقوم على التدريب، فما كان لنا إلا حملة تأهيل وتدريب 1,000,000 شاب سوري مجانا. والحقيقة أنا أشكر القائمين على الحملة، وأشكر أيضا القائمين على مجلة أوروبا والعرب، إذ أنهم بدأوا دائما بمقابلاتهم لاختيار المتميزين، واختاروا 40 منتسب من مجموع المتقدمين البالغ عددهم بحدود 100 متقدم كانوا متميزين، وخضعوا لدورة مكثفة بمعدل 30 ساعة تدريبية خلال أسبوع، تعلموا فيها كل أساليب التسويق الإعلامي والإعلاني، تأهيل الشباب لحتى هنن يكونوا قادرين على مهارات التسويق الإعلاني. الدورة راح يكون فيها فرص عمل مقدمة من مجلة أوروبا والعرب. التفاعل كان كتير حلو، لأنه نحن بالبداية كان في عنا مقابلات، اخترنا كان المتقدمين تجاوزوا 100 تقريبا، 100 وشوي، تم اختيار 40. هلأ في طبعا نشوف نحن الحد الأدنى اللي هي الكاريزما تبع هذا الشخص، إنه هو قادر إنه يدخل بهذا المجال ولا لا، في ثقافة مطلوبة لحتى أكون أنا بالفعل قادر إني أنا أسوق. طبعا بنقول بده يكون في سرعة بديهة، يعني نحن ممكن نشتغل على اي شخص بتطوير مهاراته، لكن نحن كان الوقت هو 30 ساعة تدريبية المعتمدة.